تنظيف وتهيئه المقبره بديناها تقريبا بدايه من شهر مارس. بخصوص العنايه بالجوامع والمساجد كيف بدينا في تبييض ودهن واصلاح الاضواء، وان شاء الله زاده باش ناخذوا مسجد ونفرشوه كامل بالحصر حسب ما هم طلبوا. تنظيف السوق اليوميه كيف هذا بدينا فيه تو عنده تقريبا جمعتين ولا ثلاثه، كل شيء مش ينظاف بحول الله ويتبيض ان شاء الله يكون جاهز قبل سيدي رمضان. اجراء حملات متواصله وتنظيم الانتصاب حول السوق اليومي، كذلك تم تنظيم حملات نظافه متواصله لكنس الأنهج والشوارع والساحات ودهن الأرصفة حول السوق اليومية وبكامل المدينة. كيف كوننا فريق لإصلاح الحفر بكامل المدينة. بخصوص قفة رمضان تم التعهد بها من طرف السيد المعتمد بالتنسيق مع التضامن الاجتماعي المحلي لتوزيع هذه المساعدة، وكانت هذه من طرف التضامن ورجال الأعمال، مش تكون في حدود 300 قفة رمضان توزع قبل سيدي رمضان إن شاء الله على المحتاجين في مدينة سليمان.